parts of the day اللي هو أجزاء اليوم. اللي هو طبعا عندنا أول ما بنصحى اللي هو morning. 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 morning اللي هو الصباح. لا لسه احنا ما خدناش greeting اللي هي التحيات. يبقى أول حاجة أول ما نفتح عينينا في حاجة اسمها صباح اللي هو morning. طيب بعد الظهر اسمه afternoon. afternoon. طيب evening اللي هو المساء. evening اللي هو خلاص هتغرب. طيب بالليل خالص لما الدنيا تظلم والقمر يظهر اسمه night. night. واحنا قلنا ايه الجي اتش مش بتتنطق لان جاية ورا الاي, فهنقول ايه night long اي. تمام night يبقى دي long اي, والجي اتش مش هتتنطق, هتتنطق التي night. night اللي هي الليل خالص. طيب انا لما هقول الصبح الصبح مورنينج دي بيبقى فيها ايه الشمس ايه بتظهر come up. come up. come ايه up. لو لسه بتطلع زي لسه بتشرق come up. come up اي حاجة فيها up يعني بتظهر لاعلى, تظهر ايه لاعلى up. go down. go down. go down بتغرب, بتغرب تحت تنزل. طيب احنا بنتكلم على مين؟ على الصن. الصن. الصن اللي هي الشمس. يبقى في النهار احنا بنتكلم على مين؟ على الصن. الصن ايه بيحصل لها؟ in the morning المون اللي هو القمر. يبقى في النهار في المورنينج هنتكلم على الصن, والنايت هنتكلم او الايفنينج هنتكلم على المون. sky اللي هي السماء اللي بيظهر فيها الصن وبيظهر فيها ايه المون. يبقى sky اللي هي السماء. السماء ثابته معايا, بيظهر فيها الصبح الصن وبيظهر فيها بالليل ايه المون. يبقى sky اللي هي السماء. تمام. يبقى احنا عندنا في verb اسمه come up اللي هو بيشرق, و go down اللي هو تغرب اللي هي الشمس. طبعا يبقى عندك come up اللي هي تشرق in the morning, يبقى come up in the ايه morning. اما go down طبعا ايه in the evening في المساء. داون هو بتنزل, بتنزل خلاص داون. يبقى عندي في up وعندي داون لو لما الشمس بتشرق لتحت بالليل بيطلع. هو مش بتشرق لتحت, بتغرب لتحت. اما تشرق تشرق لاعلى up, اما داون اللي هي تغرب. طيب احنا دلوقتي هنشوف احنا لما نقابل حد مثلا الصبح, او انا اول ما افتح عيني واشوف ماما الصبح او بابا هقول له ايه good morning. good ايه morning يعني صباح الخير. good morning. طيب لو شفته بعد الظهر من بعد الساعة 12 كده هنقول له ايه good afternoon يعني ايه مساء الخير. good afternoon. good afternoon. good evening اللي هو في المساء اللي هو مساء الخير برضو. بس دي ايه مساء الخير اللي هو ايه خلاص المغرب قربت, الشمس خلاص go down. go down. تمام. طيب good night. good night اللي هو ايه تصبح على خير, هنروح ننام بقى تصبح على ايه على خير. طيب حلو خالص, خدنا اللي هي parts of the day اللي هي اجزاء اليوم, والجريتنز الجريتنج بتاعتها جريتنج بتاعتها ليه دي شبه دي, ما دي ايفنينج ودي ايفنينج ودي افترنون ودي افترنون. كل الحكايه احنا قلنا ايه جود قبلها اللي هو الخير, صباح الخير جود مورنينج اللي هي في الصباح مورنينج, جود افترنون في الافترنون, جود ايفنينج في الايفنينج, جود نايت في النايت. طيب في معلومه كمان, احنا لما نيجي نقول اجزاء اليوم بنقول ايه مع كل دول انزا. اما كلمه نايت بتاخد ات. يبقى in the morning, in the afternoon, in the evening. اما نايت هتاخد كلمه at night. at night بالمساء او بالليل. تمام. يبقى دي in the, الثلاثة دول هياخدوا in the, حرف الجر in the. in the morning, in the afternoon, in the evening. اما night هتاخد at. يبقى احنا اجزاء اليوم بتتقسم على حسب ايه
الصن والمون. الصن والمون. لو الصن زهرة comes up يبقى ده in the إيه morning. طيب لو الصن go down هنقول إيه؟ إحنا فين؟ in the evening. in the evening. يبقى إحنا إيه؟ الصن هي اللي بتتحكم لي في the parts of the day. يبقى هي اللي بتتحكم. طيب ظهور القمر يبقى ده إيه؟ at night. at night. at a night. Good morning. Good morning. Grandma. صباح الخير يا جدتي. قال لها ايه؟ Good morning dear. Good morning dear يعني يا عزيزي يا حبيبي اي حاجة من دي. ماشي؟ طيب هنا Good afternoon grandpa. Good afternoon grandpa. قالت لها ايه؟ Good afternoon اروى. Good afternoon اروى. نفس التحية اللي بتحييها بترديها نفسها. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, grandma. Good evening, grandma. هترد بتقول ايه؟ Good evening, اروى. Good night, grandpa. هتلاقي ايه؟ Good night, اروى. تصبح على خير يا اروى. تصبح يا جدتي. تصبح على خير ايه؟ يا اروى. I say good morning to my mom. انا بقول صباح الخير يا ماما او لماما. And she says وهي بتقول لي good morning to me. وبتقول لي ايه؟ صباح الخير. I say اقول good afternoon to my grandpa. بقول مساء الخير لجدي. And he هو says good afternoon to me. وهو بيقول لي بنفس التحية good afternoon. I say good evening to my grandma. بقول مساء الخير لجدتي. جدتي بتقول ايه؟ she. And she هي بتقول لي says good evening to me. وهي بتقول لي مساء الخير. I say good night. بقول تصبح على خير to my dad. لبابا. And he says good night to me. وهو بيقول لي تصبح على خير برضو. لا يبقى احنا بنحيي بنفس التحية. هقول good morning هترد عليا بgood morning. هتقولي good afternoon هترد عليك بgood afternoon. good evening good evening. good night good night. تمام؟ نفس التحية. المون. the sun comes up in اهو حرف الجر in the morning. كلام اللي شرحناه في الاول. The sun comes up يعني تشرق. حرف الجر in the morning في الصباح. طيب the moon القمر بقى is in the sky بيكون في السماء امتى؟ at ما ننساش حرف الجر at. at night. at night احنا قلنا ال جي اتش مش هتتنطق هنقول night. night لانها long i. طيب the sun is in the sky. الشمس في السماء. in the afternoon. in the اهي حرف الجر afternoon معاها. طيب نشوف كده الشمس لما تغرب ايه اللي هيحصل. the sun goes down. غربت. in the evening في المساء. تمام؟ يبقى كل parts of the day بتاخد in the حرف الجر in the ما عدا night بتاخد ايه؟ at. بتاخد ايه؟ at. اوكي؟ يبقى حرف الجر in مع كل parts of the day but night except night بتاخد ايه؟ at.